السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ألعب معليش راح ألعب تراني عجوز القرح. فلذلك استعدوا عشان نشوف آدمية نجيبش آدمية جنية تخلينا نتفرق أجيب إنسان قصة الله يعني وبس يلا. وراح أسوي الجلتش يعني وش لعب وراح ألعب شوية مرة شوية نشوف الجلتش هل يضبط معايا ولا لا. طبعا راح أشيل هاي راح أرميها تفضل تحت السرير أشوفها هل يضبط أو لا. بسم الله وعليكم صوت النصوت المكيف معي. أيوه أجد عجوز البلاد وإحنا ثلاثين العب أول شيء وش ذا السواد؟ يا أكيد جنية عصايتك للسوق الربوع حتى سوق الربوع يبعينها أحسن من كذا. سوق الربوع هذا شيء زمانيش. وش ذا السواد يعني؟ وشابة حتى شداني مش شابة زيك ماذا؟ إسلامك إسلامك وسخة والله العظيم النوخ. تعال هي الحقين ها لا تقدر تلحقني ما شفتي ما شفتي في ما عليكم من الباب فما عليكم هذه أصوات البزار يعني نشوفها عاد معلقة. صبر والله معلقة عديد تكره معلقة اليوم عظيم يا سادة. صبر هم عليش والله معلش يعني اني تأخرت خلينا نشوف البث بعدها بعد الفيديو أشوف هل نزل جديد جديدة أحس بحد عن مقامي الجلابة. فلذلك أنا إيش حصل عشان نكون شوية أكثر حرص أخرج من اللعبة وأرجع أدخلها. بسم الله على طول نصيب معلش تقول لي معلش أدري في رمضان بس معلش والله هيا الليل خسيسة متى تاجي ها صوتها يجيب الله يعني استفاق رمضان خسيسة هيا الليل صارت الليلة أنا هنا
هاي ماما 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 شو عليك؟ واقي ما تبغى تقول خسيس الله خسك دلوش. هذيك العب 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 ووك جد خايسة يا ماما ويه حصلتك خايسة زي وجهك سبحان الله واي كيف الله جميعون خسيس الله استغفر الله شأل عن بس انا عن سبب طرد من رحمه الله واريز دس اعلان في جراني استغفر الله وش دي اللعبه استغفر الله استغفر الله العاب اطفال هاي الليل خلاص شكلي راح انهي الفيديو هنا سيئة أنا ما أتعب قدروا تعب على الأقل باشتراك ولا لايك يا أخي مش عيب يا أخي والله عيب فوش ذا يا أخي من أول شوفه كتاب المهم علينا منه فلا تنسون اللايك والاشتراك أهم شيء عشان أطلع لكم في أحلامكم فبس باي.